احنا قلنا التخفيف الحيوانات دي كذا حاجة، حد يقدر يقول لي ايه هما؟ يبقى حد يعرف السبب؟ الغابات، يبقى الدب البني بيعيش فين؟ ايه هو الايكو سيستم؟ ايه هو الايكو سيستم؟ هي الاريا that contains living organisms and non-living organisms that can interact with each other. So an ecosystem هي الانتراكشن between living organisms and non-living organisms. بيزوروا الآثار، بيزوروا المعابد، بيشوفوا التماثيل الموجودة عندنا، كل ده اسمه الحضارة بتاعت المسلمين زمان. طب احنا عايزين نعرف ازاي اتعملت الحضارة دي؟ بدأت ازاي؟ أول حاجة إحنا مثلاً أي بلانت بتستارت من إيه؟ يبدأ بقول أي بلانت بتستارت من إيه يا سيد؟ طب بتبدأ عشان تكبر هتلاقي إيه؟ خيره غير إيه الورقة؟ بس الزرع بعمل إيه تاني؟ بجيب الزرع في الورقة هات. أنا جبت سيد وجبت سايل وحطيت السيد دي في السايل وحطيتها في السنلايت والواتر هيحصل لها إيه؟ اتولد جوه. طب بعد كده هنتكلم عن الموقع الجغرافي للوطن العربي. حد فات من السنة اللي فاتت سنة خمسة أخدنا إيه هو الموقع الجغرافي؟ الوطن العربي من الشمال عنده البحر المتوسط عنده جبال طروس وعنده من الخليج الشرقيه جبال كردستان وجبال زاجرس خليج عمان والخليج العربي كمان عنده من الحدود الجنوبيه الصحراء الكبرى بحر العرب المحيط الهندي والحدود الغربيه المحيط الاطلنطي. طب انا عايزه ابدا من الاول خالص وهبدا اسالك يعني ايه اصلا كائن حي؟ فانا عايزه اعرف يعني ايه كائن حي في الدروس اللي انتوا خدتوها مثلا في سنه ثالثه الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده، يعني ايه فكره كائن حي؟ يبقى التكيف هي عوامل تساعد الكائن الحي على البقاء، يبقى التكيف هو عوامل تساعد الكائن الحي على البقاء.